السلام عليكم متابعي قناة مروان بشار، مرحبا بكم في هذه البلاي ليست الجديدة اللي غادي تكون من سوسيتي جينيرال عرض سوجي. هذا العرض اللي ديجا داروا ليه انونس تي في وداروا ليه انونس في يوتيوب وباج فيسبوك ديالهم، هو باك من سوسيتي جينيرال او لا يعني عرض من سوسيتي جينيرال او الشركة العامة. داروا هذا الحساب اللي مجاني واللي ديجا شرحنا كيفاش تكخي حساب فيه يعني وتحل حسابك اونلاين، اللي هو حساب كيكون يعني 100% يعني انترنت وما عندك حتى شي علاقه بشي وكاله. اليوم بعد ما حليت انا الحساب و يعني كونفيرميت كاع لي دوني وصلتني كارت غيشي، يعني كتجيك مع البريد الخاص بالمدينه ديالك. مثلا حنايا في المغرب كنا غادي توصلنا يعني مع الامانه او لا مع بريد المغرب. باش بلا ما نطول عليكم، اول حاجه بعدا كيوصلنا هذا يعني البسطام خاص بالكارت غيشي كيوصلنا مع البرا. انا عمرت ودرت فيه لي دوني ديالي، نحيدو في الجلد. هنايا غنبداو بهذا الملف اللي غادي يكون ان شاء الله فيه تقريبا كاع الشروحات الخاصين بسوسيتي جينيرال او لا عرض سوجي. نحل اول حاجه هنايا كنلقاو كارت غيشي على هذا الشكل، نخليوها بجنب ونشوفوا بعدا شنو كنلقاو في الباك اللي كتوصلنا. هنا كما كتشوفوا هنا كيكون ديستيناتير او لا يعني المستلم، هنا كتكون لي دوني ديالك. مثلا انا يا مروان مشى وصلتني هنا يا مروان مشى. لتحت كيكون الكود بوستال الخاص بحومتك والعنوان ديال الدار ديالك ونيمو التليفون، هادو ما يهموناش. اما الطامبو ديال او الكاشي ديال الوكاله خلاص راه كيكون ديجا ديال كازا. هنا في الدار كيكونوا لي دوني ديالك مع الامانه كما كتشوفوا. انا غادي نحيد لي دوني ديالي ونشرحوا الطبقي، نحيدو هاد الجن. هنا كنلقاو الاخوان برا الدار ديالها كاين نفس لي دوني اللي كنلقاو عاوتاني في داخل يعني الباك او لا خارج الباك. هنا كيكونوا لي دوني ديال الدار او لا الادريس ديالك. غنجبدوا البرا ونشوفوا شنو كاين. هنا كما كتشوفوا كيكون هنايا في الظهر كاين الادريس ديالي او لا المعلومات الخاصه بيا. هنا كيقولوا لك يعني بعض المعلومات على البطاقه، هنا كتكون لاصق على البطاقه بهذا الشكل هكا كتجي بهذا الشكل. هادي في النهار الاول كيوصلك هاد يعني كتوصلك البطاقه. النهار الثاني كتوصلك الكود الخاص بالبطاقه ديالك حتى هو كيوصلك في هاد الباكيت هادي. كنحلو ونشوفو شنو وصلنا، نحطو هاد الطرف هنا. هنا يا اخوان نفس الديكور كيكون عاوتاني، هنايا عندنا واحد الورقه واللي كيكونوا فيها المعلومات. هنا الاخوان كيكون الكود ديال البطاقه ديالنا، كننزعوا هاد الورقه هذه وكنلقاو الكود يعني ديال البطاقه ديالنا. وهنا كيقولوا لك يعني بعض الاشياء اللي خصك تتفاداهم باش ما تشاركش يعني الكود ديالك مع الاشخاص او لاي شخص. ما صافي كنجمعوا هاد الورقه هذه كنردوها للبرا. وكنطرحوها هنايا وكنجمعوا الملف وكنقربوا الاشياء ديالنا. كما كتشوفوا هنايا نفس الديزاين ديال البطاقه اللي عندي هنا في الورقه هو اللي عندي هنايا. البطاقه كتجي يعني بالكونتاكت ليس فيزا كلاسيك من نوع يعني فيزا كتكون صلاحيه ديالها فيها 3 سنين. هنا كيكونوا ارقام البطاقه، هنايا الاسم ديال مول البطاقه كما كتشوفوا هنايا مروان بشار. الظهر ديالها كيكون يعني المعلومات الخاصين بينا اولا بلاصة السيناتور وثلاثه الارقام الخاصين بالسي في في اولا سي في سي. هنايا الشركة العامة عطاتنا فيزا كلاسيك ما عطاتناش ماستر كارد عكس الابناك الاخرين اولا يعني منهم حتى السي اش بنك ما كتعطيش فيزا يعني في السحب كتعطيك ماستر كارد. وهذا اللي خلى يعني الشركة العامة كتميز عاوتاني بهذا العرض الجديد واللي حتى هو كيكون مجاني. شرحنا دابا طريقة استلام البطاقة، فيديو اخر ان شاء الله غادي نشرحوا مزايا وعيوب البطاقة الخاصة بالشركة العامة وبزاف ديال الحوايج. حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.